السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة بسيطة النهاردة نفذها مع بعض، نقدر من خلالها يبقى عندنا الصيص مناسب لزراعة النباتات، وفي نفس الوقت يبقى عندنا حماية ضد التيارات سواء الباردة أو الساخنة، وضد أيضا الطيور والعصافير والحشرات. كل اللي هنحتاجه عبوة مياه فارغة اللي هي سعة تقريبا 19 لتر ونص، ونعلم خط طولي وهنبدأ نقص العبوة ونخلي فيه طرفين هنا كده بدون قص، بحيث ان احنا نعمل كضرفة تقفل على الجزء الأسفل. ان شاء الله مع التجربة العملية الأمر هيوضح جدا، خليكم معانا. ده شكل العبوة بعد القطع، أصبح لدينا جزء بالأسفل هيكون فيه تربة، وجزء في الأعلى هيستخدم للتغطية بعد الزراعة. وممكن بأستك بسيط نحطه هنا لإحكام الغلق عشان متفتحش معانا. طبعا البذور في بداية زراعتها بتكون محتاجة لدفء، وتكون محتاجة لحماية من الطيور، وكل ده العبوة هتوفره إن شاء الله عند زراعة البيدرات الصغيرة زي الريحان، زي الملوخية، زي الجرجير، زي الفجل، زي معظم الورقيات بنفقدها في البداية لعدم توفر الحماية الكافية، سواء حماية من الطيور أو من الرياح القوية والشمس القوية. احنا هنا عملنا حماية والصيص في نفس الوقت. هنزرع نحط التربة طبعا بعد عمل فتحات الصرف، ونغطي من فوق بكل بساطة، وهيبقى عندنا الصيص محكم الغلق مناسب لزراعة جميع الورقيات. وبعد نمو النبات بشكل أطول من الغطاء، بكل سهولة هنرفع الغطاء لفوق وهتكمل النباتات نموها بشكل طبيعي. وده الشكل العام بعد عمل ثقوب بأسفل العبوة وتجهيز عقل لزراعتها. هنزرع إن شاء الله عقل الكوبيا أو الشوكولاتة وعقل نبات الريو. نبات الريو من النباتات اللي العصافير بتحب تاكلها، فبتبقى محتاجة فعلا حماية عند زراعتها. ده كده الشكل النهائي بعد زراعة بعض النباتات داخل العبوة. بعد كده نقفلها بسهولة وبلاستيك، نحطه داخل أول الموز. واحد بالمنتصف. ده الشكل النهائي بعد الغلق بالأستيك. وبكده نقدر نزرع أي نبات خايفين عليه من النباتات من الحشرات أو العصافير. ببساطة كل اللي محتاجينه عبوة مياه فقط لا غير. شكرا، دمتم بوافر الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.